تلخيص عن مؤتمر هواوي بالذات عن هارموني او اس، بعض التسريبات عن بعض الاجهزه القادمه واخبار هيك دسم ان شاء الله، فخليك مركز معي للاخر. السلام عليكم اصدقائي، انا سيزار، برحب بكم في قناه سيزار ريفيوز. اهلا وسهلا بالجميع، وللي ما اشترك لسه بقناه عالم سيزار، هناك باكد لك في فيديوهات ما راح تتوقعها اني انا سويتها، ما راح تتوقع انه هاي الاشارات موجوده فيه، فتابع سيزار او عالم سيزار في صندوق الوصف. شكرا جزيلا. قبل ما ابلش احكي عن هارموني او اس، خليني احكي عن بعض التسريبات، عن بعض الاخبار التقنيه السريعه، وبعدين في الاخر بدي اركز على هارموني او اس، احكي انطباعي عن الموضوع وعن اللي صار. اول شيء بدي احكي عن تسريبات عن عائله اونر، اللي هي برضو هواتف زي هواتف هواوي، ولكن هالمرة راح يكون عندهم يعني أمور مختلفة. أول شيء عندنا عائلة الأونر 50 والأونر 50 برو حالياً، والأونر 50 هذا ما راح يحمل معالج من المعالجات الرائدة، وإنما معالج جديد اللي هو سناب دراجون 778 مبني بمعمارية 6 نانومتر. كيف أداؤه لسه ما بعرف، ولكن هذه الفئة تعتبر فئة من الفئة المتوسطة، ممكن فئة متوسطة عليا. أما الأخ الأكبر فعلى الأغلب راح يحمل معالج سناب دراجون 888. اتفقنا؟ تمام. التسريبات الأخرى بتحكي إنه الفئة العادية الأونر 50 راح يحمل كاميرا 50 ميجا بكسل، ما بنعرف شو الحساس تبعها. اما الهاتف الاكبر اللي هو البرو راح يحمل كاميرا 108 ميجا بكسل، برضو بدون ذكر الحساسات، ممكن يكون حساس من سوني، ممكن يكون حساس من سامسونج. لكن الاخبار بتحكي انه شركه اونر بدها تركز بهاي السلسله على موضوع الفلوجينج، الفلوجينج يعني تصوير، واحد يمسك موبايل ويصور حاله ويحكي عن ايامه، فهذا بيحتاج انه يصور من الكاميرا الاماميه تصوير فيديو عالي الجوده، فممكن نشوف فيديو 4K من الكاميرا الاماميه ممتاز جدا. اضف الى ذلك في تسريب بيحكي انه في شحن 66 واط سريع وفي شحن 100 واط، اعتقد ال100 حنشوفها على البرو، واذا كان في نسخه برو بلس. طيب ننتقل سريعا لتسريبات الايفون 13، تسريبات خرافيه، اشي مش طبيعي، اشي مجنون. اذا انت معك الايفون 12 جهز حالك تشتري الايفون 13. ليش؟ ما في سبب، بس لانهم بيشبهوا بعض، بس لانك بتحب الايفون وما في تجديدات. بصراحه ما في تسريبات كثير، يعني اول تسريب انه 120 هرتز، هاي سمعناها كثير وان شاء الله يعملوها، يعني على الاقل اذا بيعملوها قبل بيعملوها بطريقه صح. التسريب الثاني كل الهواتف من عائله ال 13 راح تحمل الحساس اللايدر، عرفتوا اللي موجود على نسخه البرو ونسخه البرو ماكس من الايفون 12. واخر تسريب خرافي مجنون مجنون، راح يكون عندنا نسخه، ممكن طبعا لسه مش اكيد، 1 تيرا بايت. بتخيل هذا راح يكون سعره 2000 مليون دولار، ما بعرف قد سعره بصراحه، بس يعني حيكون سعره غالي بصراحه. اكثر من هيك يعني بكون كثير تبذير من ابل انها بتعمل هيك تحديثات. متفقين معي ولا لا؟ نحكي عن شركه تكنو، اعتقد انه القليل منكم بيعرف عن هاي الشركه، ولكن عندها يعني صارت تبين بالاسواق عندنا في الاردن وفي العراق وفي مصر، ويعني في اماكن معينه صارت بلشت تظهر هاي الشركه، فهي بتبلش ضعيفه وبعدين بتصير قويه زي هواوي زي شاومي. على كل حال عندهم جهاز اطلقوه حيكون من الفئه الاقتصاديه، ولكن عنده مواصفات حلوه. اول شيء المعالج الجي 85 من هيليو، وهذا معالج لكان لهواتف متوسطه، وهي الفئه بنحكي عنها اقتصاديه. الشاشه حتكون فول اتش دي، البطارية حتكون 7000 ميلي أمبير مع شحن سريع 18 واط. ليش بحكي عنه؟ لأنه بالعادة هاي النسخ من هاي الأجهزة بتكون سعرها كثير كثير اقتصادي. طبعا ما حكوا عن السعر، ليش؟ عشان التشويق، عشان نظرنا متشوقين، يمكن ما حدش يسأل عنكم بتشوقوا مين انتوا قاعدين، يحطوا السعر يا جماعة الخير عشان نعرف نحكي عنه. شو تشويق ما تشويق، في خمسة بس بيعرفوا مين هي تكنو، كمون الواحد يعصب غصب عنه. الخبر التالي عن عملاق الامريكي AMD بتعاون مع العملاق الكوري سامسونج، وبيعمل فيلم هجوم العمالقه الجديد. لا مش فيلم صراحه، بس ولكن في تعاون بينهم. هذا التعاون ماذا سينتج عنه؟ AMD سوف تصنع كرت الشاشه او معالج الرسوميات لمين؟ لسامسونج. وسامسونج شو بتصنع؟ بتصنع المعالج اللي هو الاكسينس، فراح نشوف على الاغلب نسخة معالج جديدة من اكسينوس، يمكن نسميه اكسينوس 2200، يحمل معالج رسوميات من شركة AMD وهي متميزة في هذا المجال وهي عملاقة في هذا المجال. النتيجة شو راح يطلع؟
على الأغلب راح يطلع إشي كثير كويس. متى راح نشوف هذا الموضوع؟ مش مبين، لكن هم فقط أعلنوا عن بدء الشراكة في هذا المجال، وهذا شيء مبشر. بس حبيت أحكي لكم عنه. هسه بدنا نحكي عن مؤتمر هواوي. خذوا نفس عميق، هيا بنا. رسميا هواوي تطلق النظام الجديد اللي هو هارموني او اس والنسخة الثانية. انا شخصيا من الناس اللي متحمسة تستخدم هذا النظام من كثر ما سمعت عنه. مباشرة سألوني برامج جوجل حتكون موجودة؟ اكيد لا، هو كل الفكرة انه فيش برامج جوجل. هلا ممكن في المستقبل اذا نجح هذا النظام وصار على ملايين او مئات الملايين من الاجهزة، ممكن جوجل تحسبها انه لحظة يا جماعة الخير خلينا اكون موجود انا في هذا النظام، ممكن تقدم خدماتها انه حطونا خدماتكم على متجركم. ممكن، ممكن جدا. اول فكرة بدي تعرفها عن نظام الهارموني انه راح يكون نظام واحد اوحد يعمل على عدة منصات، على عدة اجهزة. يعني هذا النظام بتنزله على تليفونك، بتنزله على التابلت، بتنزله على الساعة، على السماعة، على التلفزيون، على مكنسة كهربائية، على ثلاجة، على سيارة، على كل اشي. راح يرضى يشغل كل اشي. الفكرة منه فعلا يشغل كل اشي ويخلي كل اشي متناسق مع بعضه البعض ومتواصل مع بعضه البعض. هاي من اهم النقاط تبعت هارموني. هتحكي لي انه هذا مش اشي جديد؟ لا، اشي جديد. ابل عندها نظام لكل اشي، وانتوا عارفين هذا الحكي. عندها نظام للتابلت، عندها نظام للايش، للايفون، نظام للساعة، نظام للكمبيوتر، صح؟ واندرويد نفس الشيء، عندهم اندرويد للساعة، عندهم اندرويد للتليفون، عندهم اندرويد للسيارة وما الى ذلك. الهارموني بده يوحد هذا الموضوع. هاي نقطة كثير قوية وانا متحمس لها. لكن المخيب للامال انه في المؤتمر اعلنوا عن كثير اجهزة، تابلتس 2، ساعات 2، شاشات 2 او سماعة وما الى ذلك. يعني في عندهم كثير اجهزة، وهذا توجه يبدو واضح لهواوي انها تغطي اجهزة كثير غير التليفونات، لانه مشكلتها الاساسية مع التليفونات من ناحية برامج جوجل ومن ناحية الاندرويد والهاردوير. اما باقي الاجهزة زي التلفزيون ما بدها اخر معالجات اللي 7 نانومتر ولا 5 نانومتر، ما بدها. ممكن يستخدموا معالج 14 نانومتر متوفر وبكثرة وبتقدر تستخدمه وما عليه ريستريكشن على هاي الاجهزة. فلذلك ما بدها برضو برامج جوجل زي التلفزيون مثلا. فلذلك توجهها هيك، وهذا يمكن توجه صحيح. راح نشوفها بتصنع كمبيوترات، راح نشوفها بتصنع شاشات، اكسسوارات وما الى ذلك. تليفونات ممكن تخفف من موضوع التليفونات عبين ما تلاقي حل لموضوع الهاردوير. فما شفنا فعليا تليفون بهارموني او اس. هاي اول نقطه واول شغله خلتني استغرب، انه توقعت البي 50 وبي 50 برو يتم الاعلان عنه، ولكن هم حطوه هيك تيزر اعلان مشوق اخر المؤتمر فقط، ولا حدا فينا حتى الشركه نفسها ما بتعرف متى راح يتم اطلاق الجهاز. بس في شغله لازم تعرفوها ويمكن هاي تزعجكم. لكل حدا عنده جهاز هواوي وقاعد بيستنى الهارموني او اس، بحب احكي لكم لم يتم ذكر انه سيتم اطلاق الهارموني او اس الى خارج الصين. حاليا التوجه فقط انه يطلقوا هارموني او اس جوا الصين في الربع الثالث والربع الرابع، يعني لاخر السنه، لاخر 2021 التوجه حيكون للصين. متى راح يطلقوا لخارج العالم الخارجي ما بنعرف. ليش للصين؟ لانه كل اجهزه التليفونات ان كان هواوي ولا اوبو ولا شاومي ولا اي حدا في الصين ما عليها خدمات جوجل طول عمرها هيك. فسهل جدا يروحوا ينزلوا اللي هو الهارموني او اس على الصين والناس تستخدمه. بالعكس حيكون الناس مستمتعين في استخدامه. ليش؟ لانهم ما بيلزمهم خدمات جوجل في كل الصين، المليار ونص ما بيلزمهم جوجل، تخيلوا لوين. فلذلك التوجه والتركيز حيكون على سوق الصين، والاجهزه اللي حتكون موجوده بالربع الثالث والربع الرابع يعني حتغطي يمكن 100 جهاز. وراح اعرض لكم لائحه بالاجهزه اللي راح تاخذ، يعني لدرجه انه في جهاز هو الهواوي ميت 9، تخيلوا قديش قديم، 2016، راح ياخذ نسخه هارموني. وهذا الهارموني فيه له ميزات حلوه كثير، من ضمنها هذا الهارموني بيشتغل على اقل اجهزه رام. يعني مش ضروري يكون عندك 4 جيجا رام او 6 او اعلى. اذا كان عندك رام بس 128 كيلو بايت ممكن يشغل هذا النظام. فهي نقطة قوية كثير. طبعا الشركة تقول هذا النظام سوف يكون أسرع من آي أو أس ومن أندرويد. هاي أول نقطة. الشركة تقول هذا النظام سيكون استهلاكه للطاقة أفضل من أندرويد من آي أو أس. والشركة تقول إنه هذا النظام سوف يكون آمن أكثر من أندرويد من آي أو أس. أنا بقدرش أحكم، لازم أجرب، لازم أعيش التجربة كاملة. في نقطة شفتها وعجبتني كثير، كيف النظام
بيعمل او بيشبك الاجهزه مع بعضها طريقه جميله جدا، تراك اند دروب طريقه خرافيه. يعني عن جد هاي حمستني. عادي بتكون انت شابك جهازك وهو شايف ايش في البيت، في اجهزه بقدر اشبك عليها، بتحكي له يلا اشبك تليفوني على التلفزيون، تسحب التلفزيون ترميه على الدويره هاي بشبك بكل بساطه. هذا حلو كثير. يعني انا متحمس للنظام، بس لازم تعرف انه ما حيكون في خدمات جوجل، فبدك تستخدم وتتعامل مع هذا النظام كانه شيء مختلف تماما. هاي كانت اخباري عن اليوم، ان شاء الله تكون اخبار كويسه. اذا عجبكم الاخبار لايك كومنت سبسكرايب، وتابعوني على قناه عالم سيزار. جزاكم الله خير، بشوفكم في الفيديو القادم، الى اللقاء.